السلام عليكم أعزائي الطلاب، بذكركم إحنا بالدرس الثاني من انتجرال لدوال المثلثية اللي هو ملائم لطلاب الأربع وحدات صف الثاني عشر نموذج 482. كان عندنا بسؤال بالدرس الأول سؤال 7 وخلصناه ووجدنا مجموع المساحات. بدنا نكمل إسا بالأمثلة بسؤال 8. سؤال 8 معطى دالة اف اكس تساوي 2 سينوس اكس زائد كوسينوس 2 اكس بالمجال بين 0 وبيعة 2. جد احداثيات النقاط القصوى للدالة وحدد شو نوعها. حدد نوعها. ب ارسم تخطيطا ملائما للدالة وجيم المستقيم واي بتساوي كي بقطع الرسم البياني بنقطة نهايتها العظمى جد كي. ودال بدنا نحسب المساحة المحصورة بين الرسم البياني للدالة محور واي المستقيم واي بتساوي كي والمستقيم اكس تساوي لباي على 2. طبعا هون قبل ما نشوف الدالة، طبعا احنا بنعرف انه شايفين هون الدالة هون كوسينوس 2 اكس وهنا سينوس اكس، يعني هون الزوايا مش زي بعض. اذا اولا علشان احنا نتعامل مع هاي الدالة لازم نوحد الزوايا، يكون هنا الزاوية هون زي الزاوية هون. طبعا عشان هيك لازم نستعمل القوانين قانون كوسينوس 2 اكس. بنبلش بالسؤال، بقولنا هيك الف جد النقاط القصوى، النقاط القصوى طبعا بشتق الدالة 2 كوسينوس اكس ناقص 2 سينوس 2 اكس بالمجال بين 0 طبعا وبيعها 2. بنحط المشتقة بتساوي ل 0. احنا بنعرف انه سينوس 2 اكس هي 2 في سينوس اكس ضرب كوسينوس اكس. وبنطلع طبعا تساوي 0، بنطلع 2 كوسينوس عامل مشترك بتصير لنا 1 ناقص 2 سينوس اكس تساوي ل 0. شايفين هون هاي هو العامل المشترك، هذا الكوسينوس بنطلعه عامل مشترك بيعطينا 2 كوسينوس اكس هي ضرب القوس 1 ناقص 2 سينوس اكس تساوي 0، اما اللي خارج القوس مساوي ل 0، 2 كوسينوس اكس بتساوي 0. هون بقسم على 2 بيعطينا كوسينوس اكس بتساوي 0. طبعا حسب المعادلات اللي هي خاصه احنا بنعرف انه اكس تساوي باي على 2 زائد باي كي. احنا بنعوض الكي الملائم هون، بعوض كي مساوي 0 بيعطينا باي على 2. اذا عوضت كي ثاني طبعا بده يكون ساعتها بيطلع لنا خارج المجال. هذا القوس الاول، القوس الثاني هون 1 ناقص 2 سينوس اكس تساوي 0، طبعا 2 سينوس اكس تساوي 1 بقسم هون على 2 بيعطينا سينوس اكس تساوي لنص. هنا بنتذكر احنا كيف بنحل المعادله اللي فيها سينوس تساوي عدد، اول شيء بنعمل شيفت سينوس للنص بيعطينا الزاويه 30 اللي هي باي على 6. اذا الحل الاول هو اكس تساوي باي على 6 زائد 2 باي كي، او الحل الثاني هو باي ال 180 ناقص باي على 6، 180 ناقص 30 اللي هي 150 اللي هي 5 باي على 6 زائد 2 باي كي. طبعا هون بيعطينا الاكس تساوي هون باي على 6. هون اف للباي على 2 اللي هي تساوي اف للباي على 2 بيعطينا 2 في سينوس الباي على 2 زائد كوسينوس الباي 2 ناقص 1 اللي هي تساوي 1، اذا باي على 2 1 هي النقطة. طبعا هاي اخذنا الاكس مساوي باي على 2 الحل الاول اللي وجدناه من المعادله الاولى، عوضناه بالداله الاصليه طلع لنا هون 1، اذا النقطه باي على 2 1. باخذ بعمل المشتقه الثانيه، المشتقه الثانيه بيعطينا ناقص 2 في سينوس اكس ناقص طبعا هاي بشتقها كمان مره بيعطينا ناقص 2 مشتقة الكوسينوس هي ناقص سينوس بصير ناقص 2 سينوس ناقص 4 في كوسينوس 2 اكس. بنعمل المشتقة الثانية بالباي على 2 بيعطينا ناقص 2 سينوس الباي على 2
ناقص 4 كوسينوس الباي. سينوس الباي عسنين احنا بنعرفها هون 1، سينوس 90 1 في ناقص 2 ناقص 2، كوسينوس 180 ناقص 1 في ناقص 4 بتصير زائد 4، 4 ناقص 2 2 اكبر من صفر، اذا النقطه باي عسنين 1 هي نقطه مينيموم. ناخذ النقطه الثانيه كمان نفس الشيء، بدنا احنا نشوف طبعا هون المشتقة الثاني ب الباي على 6 بتصير ناقص 2 سينوس الباي على 6، ناقص 4 في كوسينوس الباي على 3 بتصير ناقص 1 ناقص 2 جذر الثلاثة. طبعا هاي جذر الثلاثة تقريبا 1.7، مبين هون قيمة سالبي، بما انه قيمة سالبي اذا هاي النقطة باي على 6 1.5 هي ماكسيموم، من اللي لقينا ال 1.5 عوضنا الباي على 6 بالدالة الأصلية. جيم احنا طبعا بناخذ انه الكي مجبور يكون 1.5 لانه بقولنا هون الواي بتساوي كي بمس الداله بيقطعها بنقطه واحده، اذا ما بده يقطعها بالنقطه 1.5 لانه نقطه الماكسيموم، شايفين احداثي واي لنقطه الماكسيموم هي 1.5. دال هون بدنا نلاقي المساحه المطلوبه، طبعا المساحه المطلوبه ممكن احنا نوجدها بطريقة عكسية. طبعا مين المساحة المطلوبة؟ هي المساحة هاي والمساحة هاي، هذول المساحات المطلوبات هاي وهاي. إذا احنا بدنا نحسبها بطريقة مباشرة بدنا هاي نعتبرها S1 وهاي أعتبرها S2. طبعا هون هاي باخذها مساحة وهاي مساحة وبوجدهم. هاي اذا بدي امشي على الطريقه المباشره، اذا بدي امشي الطريقه الغير مباشره طبعا هنا ممكن ايجاد المساحه بطريقه عكسيه بواسطه طرح المساحه المحصوره بين رسمه الداله والمحور اكس من المستطيل. يعني بلاقي انا مساحه هذا المستطيل كله بطرح منه هاي المساحه اللي تحت رسمه الداله بين الداله وبين محور اكس، بيعطينا المساحتين هذول اللي فوق. طبعا الطريقة الغير مباشرة هي الطريقة الهوينة، طبعا عشان نوجد احنا المساحة هاي قدام مجبور اعمل انتجرال بين الصفر والباي على 2، شايفين بين الصفر والباي على 2 اللي الدالة انتجرال للدالة. الانتجرال للسينوس احنا بنعرفه انه ناقص كوسينوس، طبعا في 2 بتصير ناقص 2 كوسينوس، وانتجرال للكوسينوس هي سينوس، سينوس 2 اكس على 2، ولكن لازم احنا نقسم على المشتقة الداخلية. الحدود بين الصفر والنص باي بدنا نعمل نعوض اول شيء باي على 2 وبدنا نعوض الصفر. بنعوض الباي على 2 بصير ناقص 2 كوسينوس الباي على 2 زائد سينوس الباي على 2 ناقص 2 كوسينوس الصفر زائد سينوس الصفر. هسه هون الكوسينوس الباي على 2 كوسينوس 90 هي صفر، صفر في ناقص 2 صفر، سينوس ال 180 سينوس الباي كمان صفر، صفر على 2 كمان صفر، هاي كل القوس جوابه صفر. هسه كوسينوس الصفر هي 1 في ناقص 2 ناقص 2، وهنا سينوس الصفر هي صفر، صفر على 2 صفر، يعني هون جوابه ناقص 2 قبلها ناقص بتصير زائد. اذا المساحه هاي هي 2، المساحه تحت رسمه الداله. مساحه المستطيل احنا بنشوف انه الارتفاع بتاع المستطيل 1.5 زي المستقيم واي بتساوي 1.5 ضرب طبعا القاعده اللي هي باي على 2 ناقص 2، طبعا باي على 2 اللي هي طبعا هاي مساحه المستطيل كلها بتصير 3 باي على 4 ناقص 2. طبعا هون اللي بتعرفوا انه الباي هي 3.14% ضرب 3 بده يطلع حوالي طبعا 9 وشوي، 9 وشوي على 4 طبعا بده يطلع اكبر من 2، عشان هيك المساحه هون بتطلع لنا مساحه موجبه. ناخذ سؤال 9. سؤال 9 شو بقول لنا؟ هون الداله اللي فيها بارامترات. في عندنا الداله معرفه بين الناقص باي والباي، معطى ان الداله اف اكس تساوي اي ضرب كوسينوس اكس زائد نص سينوس 2 اكس زائد 1، شايفين هون
نفس العملية هون الزاوية X هون الزاوية 2 X. طبعا هون دائما دائما هاي أسئلة متكررة في البقروت، طبعا بجيبوا هون سينوس أو كوسينوس لضعف الزاوية علشان الطالب يكون عارف يحول يستعمل هاي القوانين سينوس 2 X أو كوسينوس 2 X. هاي إجباري إنه الطالب طالب الأربع وحدات لازم يعرفها علشان يقدر يتغلب على سؤال المثلثات. طبعا هون من نقطة الأصل يمر مستقيم يقطع الرسم البياني للدالة بنقطة فيها إحداث الـ X مساوي ناقص باي على 2. سنشوف الرسم كيف. المساحة المحصورة بين المستقيم الدالة والمحور Y هي باي على 4 زائد نص. من هاي المعلومة طبعا احنا بدنا نوجد قديش A. احنا هسه بنشوف رسمة الدالة وبنشوف كيف الرسمة او كيف المساحة معروفة. طبعا هون اول اشي بدنا نحدد المساحة المطلوبة. طبعا هون هاي المساحة اللي حكى عنها اللي هي تساوي باي على 4 زائد نص. عشان احنا نوجد احنا هاي المساحة طبعا احنا بدنا اول اشي الاقي المساحة كلها هاي اللي تحت الدالة هون بين الناقص باي على 2 والصفر، بين الناقص باي على 2 والصفر اللي كل الدالة هون بيعطينا هاي المساحة. طبعا هون A الانتجرال للكوسينوس هي سينوس، انتجرال لهون سينوس 2 اكس هي كوسينوس 2 اكس على 2، بتصير هون على 2 على 2 بتصير على 4 زائد اكس بين الناقص باي على 2 والصفر. بنعوض الصفر بيعطينا هون A ضرب سينوس الصفر ناقص كوسينوس الصفر على 4 زائد صفر. بنعوض احنا ناقص باي على 2 بتصير A سينوس ناقص باي على 2 ناقص كوسينوس ناقص باي لانه هون 2 اكس على 4 ناقص باي على 2. هون السينوس صفر صفر والكوسينوس صفر هي 1 بصير ناقص ربع زائد. طبعا هون سينوس ناقص باي على 2 هي ناقص 1، قبلها ناقص بتصير زائد 1 بتصير زائد A. هون الكوسينوس ناقص باي عن زي كوسينوس الباي بيعطينا ناقص 1، قبلها ناقص بتصير زائد 1 بتصير زائد هون ربع. طبعا هون زائد ربع بتصير هون قبلها ناقص ربع. هون ناقص باي على 2 بتصير زائد باي على 2، اذا بيعطينا الجواب ناقص ربع ناقص ربع بتصير ناقص نص زائد باي على 2. اذا مساحة المثلث هي طبعا انا وجدت اسا بين الناقص باي على 2 وبين الصفر هاي المساحة وجدناها كلها، طلعت عنا A ناقص نص زائد باي على 2. بدي الاقي مساحة هذا المثلث طبعا بطريقة غير مباشرة. هذا المثلث قائم الزاوي بطرحها من هاي المساحة بيعطينا المساحة المطلوبة وبحطها بالآخر إنها هي تساوي باي على 4 زائد نص. مساحة المثلث إحنا كيف شايفين قاعدته من هون لهون هي باي على 2، الارتفاع من هون لهون هو نص نفس إحداثي واي لهاي النقطة. إذا طبعا هون هي 1 آسف هي هون 1. طبعا إذا القاعدة ضرب الارتفاع 2 أو باي على 2 ضرب نص بيعطينا باي على 4. مساحة المثلث هون باي على 4. كمان مرة برجع القاعدة من هون لهون هي باي على 2، الارتفاع هي 1، باي على 2 ضرب 1 على 2 بيعطينا باي على 4. إذا المساحة المطلوبة هي قديش منشوفها؟ طبعا F ناقص باي على 2 هي 1، هاي ليش قلت لكم إنه الارتفاع هي 1. إذا المساحة المطلوبة A ناقص نص زائد باي على 2 ناقص باي على 4 اللي هي تساوي باي على 4 زائد نص. طبعا هون باي على 2 ناقص باي على 4 بيعطينا باي على 4، مع الباي على 4 بتروح، ناقص نص بجيب للجهة الثانية بتصير زائد نص، إذا بتصير A متساوي لواحد صحيح. سؤال 10. سؤال 10
معطى الدالة اف اكس تساوي الكوسنوس اي ناقص اكس زائد 2. هنا في عندنا كمان هون شايفين دالة اللي هي دالة بارامترية. ميل المماس لرسمة الدالة في النقطة التي فيها اكس تساوي ناقص باي مساوي لناقص 1. مطلوب مننا جد A. إذا علمت أنه يحقق أنه A بين الصفر وبين 2 باي، يعني 2 باي هنا إحنا مش بنتعامل معها كزاوية، بنتعامل معها كعدد. الباي هو 3.14%، 2 باي هي 6.28% بالتقريب. ب. عوض قيمة A ثم احسب المساحة المحصورة بين رسمة الدالة المستقيم والمستقيم الواصل بين نقطتين الماكسيموم للدالة هون. أيوة. بالبداية احنا كيف بنحل السؤال؟ اف للناقص اف تاج للناقص باي هي تساوي ناقص 1، يعني هون ميل المماس هي طبعا ناقص 1 بقولنا. بس شو افتاج للاكس؟ افتاج للاكس هي طبعا مشتقة الكوسينوس ناقص سينوس، ناقص ناقص بتصير زائد سينوس الاي ناقص اكس. منعوض بالمشتقة بدل الاكس منعوض ناقص باي، بيعطينا سينوس الاي زائد باي. سينوس الاي زائد باي طبعا هاي الزاوية بالربع الثالث. احنا حسب القوانين سينوس الفا زائد باي هي ناقص سينوس الفا. اذا هون سينوس الاي زائد باي هي ناقص سينوس الاي. بنضرب او بنقسم بناقص 1 بيعطينا سينوس الاي بتساوي لواحد، اي بتساوي باي على 2. اذا طبعا اي بتساوي هون باي على 2 طبعا، وهي موجوده بالمجال. اذا هون احنا بناخذ الدالة طبعا اف اكس تساوي كوسنوس الباي على 2 ناقص ناقص اكس الكل زائد 2. تعرفنا احنا قديش اي اللي هو باي على 2. اف تاج للاكس احنا بهاي الحالة كيف بنشوف سينوس الباي على 2 ناقص اكس، اللي هي طبعا هون احنا بنقول سينوس الباي على 2 ناقص اكس تساوي 0 عشان نلاقي النقاط القصوى، يعني باي على 2 ناقص اكس تساوي لباي كي، انه هاي معادله من المعادلات الخاصه. اذا سينوس الزاويه بتساوي 0 اذا الزاويه بتساوي لباي كي. اذا باي ناقص اكس اما بتساوي لصفر، من هون اكس بتساوي باي على 2، او باي على 2 ناقص اكس تساوي ناقص باي، اللي هون بيعطينا اكس تساوي 3 باي على 2. طبعا هون عشان بحكي عن المجال كمان ناقص 3 باي على 2 كمان داخل. احنا بنشوف اف للباي على 2 هي كوسنوس الباي على 2 ناقص باي على 2 اللي هي كوسنوس 0 1 زائد 2 اللي هي 3. اذا النقطة باي على 2 3. المشتقة الثاني للاكس هي ناقص كوسنوس الباي على 2 ناقص اكس. المشتقة الثاني بالباي على 2 احنا بنحسبها بتصير باي على 2 ناقص باي على 2 هي 0، بتصير ناقص كوسنوس 0 اللي هي ناقص 1 اصغر من 0. باي على 2 3 هي نقطة ماكسيموم. بنكمل اف للثلاثة باي على 2 بيعطينا كوسنوس الناقص باي، بنعوض هون الباي على 2 ناقص الثلاثة باي على 2 اللي هي بتصير كوسنوس الناقص باي اللي هي نفسها كوسنوس الباي اللي هي بتساوي ناقص 1 زائد 2 بيعطينا 1. اذا النقطة هي 3 باي على 2 1.
بصير لهم تعمل استلام. السلام عليكم أعزائي الطلاب، شكراً عشان انتظرتونا للقسم الثاني من الدرس الثاني بالتكامل للدوال المثلثية اللي هو ملائم لمجموعة صف 12482. وكان عندنا بذكركم كان سؤال 10 معطى الدالة fx تساوي كوسنوس a ناقص x زائد 2 ميل المماس الرسمي للدالة بالنقطة x مساوي ناقص باي مساوي لناقص 1. كان مطلوب منا جد A، وجدنا انه A هو باي على 2 اللي هو بين الصفر و 2 باي. بنعوض قيمة A ثم احسب المساحة بين نقاط الماكسيموم. علشان نلاقي نقاط الماكسيموم اشتقينا الدالة. بذكركم شو احنا سوينا، بذكركم هنا شايفين هنا وجدنا انه A اول مرحلة وجدنا انه A بتساوي باي على 2، بعدين عوضناها اشتقينا الدالة وعملناها تساوي لصفر، قلنا باي على 2 ناقص اكس تساوي باي كي. اخذنا الامكانيات انه باي على 2 ناقص اكس تساوي صفر، اكس تساوي باي على 2، او باي على 2 ناقص اكس تساوي ناقص باي اللي هو اكس تساوي 3 باي على 2. وممكن احنا كمان نشوف انه هاي كمان تساوي ناقص 2 باي، لانه المجال انتبهوا للمجال بين الناقص 2 باي و 2 باي. ممكن نقول باي ناقص اكس باي على 2 ناقص اكس تساوي ناقص 2 باي. من هون بيعطينا اكس تساوي هون 3 باي على 2 او هون 5 باي على 2. وممكن كمان الباي على 2 ناقص اكس تساوي 2 باي، وبهي الحالة اكس بيعطينا ناقص 5 باي على ناقص 3 باي على 2. طبعا 3 باي على 2 كمان داخلة، لأنه هون مش مذكور ناقص 3 باي على 2 كمان هي داخلة. احنا بالقسم بعدين عشان نحدد النقاط القصوى، احنا وجدنا اف للباي على 2، اف للباي على 2 تساوي كوسنوس الباي على 2 ناقص باي على 2. كوسنوس الصفر هي 1، 1 زائد 2 3، طلعت النقطة باي على 2 3. المشتقة الثاني وجدنا المشتقة الثاني ناقص كوسنوس باي على 2 ناقص اكس. عوضنا الباي على 2 بيطلع لنا ناقص كوسنوس الصفر، وكوسنوس الصفر هي 1، قبلها ناقص بصير ناقص 1، ناقص 1 أصغر من 0، إذا الباي على 2 3 هي نقطة ماكسيموم. أخذنا الثلاثة باي على 2 عوضناها بالدالة، بتصير كوسنوس الناقص باي. إحنا بنعرف إنه كوسنوس الناقص باي يعني زي كوسنوس الباي، بتساوي ناقص 1، ناقص 1 زائد 2 هي بيطلع لنا 1، إذا النقطة 3 باي على 2 1. من شان نعرف شو نوعها ماكسيموم ولا مينيموم، نعمل نعوض بالمشتقة الثانية 3 باي على 2 بصير ناقص كوسنوس الناقص باي. كوسنوس الناقص باي هي ناقص 1، قبلها ناقص بصير زائد 1، 1 أكبر من 0، إذا هاي نقطة مينيموم.
اذا انتبهوا احنا بدنا نلاقي نقطتين ماكسيموم، اذا ظل علينا احنا نشوف الناقص 3/2 اللي احنا ما تطرقناش لها قبل، كتبتها بالقلم علشان احنا كمان ناخذها بعين الاعتبار. اف للناقص 3/2 هاي بتصير عندنا كوسنوس 2 باي اللي هي تساوي ل عن زي كوسنوس الصفر اللي هي 1، 1 زائد 2 هي 3. اذا النقطه ناقص 3/2 3 كمان هاي نقطه. اذا باخذ انا المشتق الثاني، اذا باخذ المشتق الثاني بالناقص 3/2 شايفين انه بيعطينا ناقص كوسنوس 2 باي. الكوسنوس 2 باي هي كوسنوس 360 اللي هي بتساوي لواحد، قبلها ناقص بتصير ناقص 1. الناقص 1 هي قيمة سالبي، إذا المشتق الثاني بتحصل على قيمة سالبي، إذا نستنتج إن هاي النقطة نقطة ماكسيموم. إذا حصلنا على نقطتين ماكسيموم اللي هني ناقص 3/2 3، وطبعا والنقطة الثانية اللي هي 2 اللي هي 3. إسا عشان إحنا نلاقي المساحة المطلوبة، طبعا هون بذكركم بدنا نوجد أول إشي المساحة، طبعا هون هاي هي المساحة اللي مطلوبة. بدنا نوجد أول إشي الانتجرال من الناقص 3/2 ل2 من هون لهون اللي تحت الدالة طبعا، ونطرحها زي السؤال السابق، نطرحها من مساحة المستطيل. شايفين هذا المستطيل كله، بدي اطرح منه المساحة اللي تحت الرسمة الدالة عشان يعطينا هاي المساحة اللي فوق بالطريقة الغير مباشرة. اذا نعمل انتجرال من ناقص 3/2 ل2 اللي هي الكوسنوس 2 ناقص اكس زائد 2 دي اكس. طبعا نعمل الانتجرال الكوسنوس هي سينوس 2 ناقص طبعا الاكس هون لازم يكون على ناقص 1، هون لازم احنا نقسم على ناقص 1 الانتجرال ل طبعا على المشتقة الداخلية، هون على ناقص 1 لازم يكون لانه هون على المشتقة الداخلية زائد 2x. طبعا هون من نعوض مرة 2 وبنعوض ناقص 3/2 بنشوف طبعا هون شو بيطلع معنا. اذا اول شيء بنعوض 2 بتصير سينوس 2 ناقص 2 صفر، طبعا هون على ناقص 1 بغلطش شيء يعني هون بتصير 2 ضرب 2 هاي جوابها باي. هون سينوس 2 ناقص 3/2 هي بتصير لنا 2 باي، 2 باي سينوس 2 باي كمان صفر، ما غلفتش على الجواب هون انه ما فيش ناقص 1. هون 2 في ناقص 3/2 اللي هي ناقص 3 باي، اذا بتصير هون ناقص ناقص 3 باي بتصير زائد 3 باي، اذا الجواب هون عندنا بيطلع لنا 4 باي. كمان مره 4 باي هاي المساحه اللي تحت رسمه الداله. مساحه المستطيل هو 2 ناقص ناقص 3/2 اللي هي بنضربها بثلاثة اللي طبعا بالارتفاع، ارتفاع المستطيل اللي هو احتاسي واي نقطة الماكسيموم اللي هو 3، بيطلع لنا 6 باي. اذا المساحة المطلوبة هي مساحة المستطيل اللي هو 6 باي ناقص المساحة اللي تحت رسمة الدالة اللي هي 4 باي، اذا المساحة بتطلع 2 باي. منشوف سؤال 11، سؤال 11 كمان على نفس النمط. في عنا هون دالة اف اكس تساوي ناقص 2 كوسنوس 2 اكس، هون المجال بين الصفر والباي. مطلوب مننا طبعا مررنا مماسين من نقطتي تقاطع الدالة مع محور اكس، من نقطة تقاطع الدالة الاولى مع محور الاولى والنقطة الثانية مماسين. بدنا شو مطلوب مننا؟ جد معادلة المماسين ألف وباء، جد المساحة المحصورة بين رسمة المماسين ورسمة الدالة. منشوف طبعا الرسمة هون، طبعا هاي الدالة هيك، هذا المماس الأول وهذا المماس الثاني. إحنا بدنا نلاقي أول إشي معادلة المماسين، أول شغلة بدنا نلاقي معادلة المماس الأول ومعادلة المماس الثاني،
وبعدين طبعا نلاقي المساحة المحصورة بين رسمة الدالة والمماسين، يعني المساحة هاي اللي هون. عشان نوجد المساحة اللي هون طبعا اسأل قدام بفسركم انه بدنا نلاقي مساحة المثلث الكل، هذا المساحة المثلث الكلياته طبعا القاعدة ضرب الارتفاع هون على 2، بدي الاقي نقطة تقاطع المماسين، وبعدين الاقي المساحة اللي تحت رسمة الدالة بين هاي النقطة وهاي النقطة، نقطة نقاط التقاطع، اطرح مساحة المثلث ناقص المساحة هاي اللي تحت، بده يعطينا المساحة اللي فوق. هاي هي طريقة الشغل اللي بدنا نكون نحل السؤال فيه. اول شيء بنحل الف، نجد اولا تقاطع الدالة مع محور اكس عشان نلاقي نحدد النقطتين. بنقول ناقص 2 في كوسينوس 2 اكس تساوي 0، شايفين طبعا نقسم هون على ناقص 2 بيعطينا كوسينوس 2 اكس بتساوي لصفر، هاي معادله اللي هي مشهوره احنا بنعرفها. اذا الكوسينوس زاويه متساوي 0، اذا الزاويه هي باي على 2 زائد باي كي، طبعا هاي من المعادلات المشهوره. احنا بنقسم هون احنا على 2 بيعطينا اكس تساوي باي على 4 زائد باي على 2 كي. بدنا نعوض الكي القيم المختلفة لكي، بعوض الكي 0 بيعطينا باي على 4، وبعوض الكي 1 بيعطينا 3 باي على 4. إذا نقاط التقاطع مع محور إكس هي باي على 4 0 والثلاثي باي على 4 0. من هاي النقطة بدي ألاقي بدي أعمل مماس، أرسم مماس، ومن هاي النقطة بدي أرسم مماس، وبدنا نشوف وين المماسين بتقاطعوا، وبدنا نشوف المساحة المحصورة بيناتهم. عشان نعرف معادلة المماس الأول بعمل مشتقة الدالة. شو مشتقة الدالة؟ مشتقة الكوسينوس ناقص سينوس بتصير ناقص 2 في ناقص 2 سينوس 2 إكس، شايفين هنا ضربت أنا بالمشتقة الداخلية لأنه هنا اشتقاق مش انتجرال. إذا بيطلع لنا هنا ناقص 2 ضرب ناقص 2 4 في سينوس 2 إكس، طبعا بعوض الباي على 4 بيعطينا هون الميل تساوي اف تاج بالباي على 4 اللي هي 4 ضرب سينوس الباي على 2، 2 ضرب باي على 4 هي باي على 2، سينوس الباي على 2 هي 1 ضرب 4 4. اذا معادلة المماس واي بتساوي 4 اكس ناقص باي. ليش؟ طبعا احنا بنعمل انا ما فصلتش كل شيء، طبعا بنعمل واي ناقص واي 1 واي ناقص 0 بتساوي الميل اللي هو 4 ضرب القوس اكس ناقص باي 4. طبعا هون فكيت القوس، فكيت هون القوس 4 ضرب اكس 4 اكس 4 ضرب ناقص باي 4 بيطلع ناقص باي. نفس العمليه الميل هون المشتقة الدالي بعوض 3 باي 4 بيعطينا 4 في سينوس 3 باي على 2 لانه الزاوية مضروبة ب 2، سينوس 270 هون ناقص 1 في 4 ناقص 4. نفس العملية انا هون ما فصلتش، نفس القصة هون احنا واي ناقص 0 بتساوي ناقص 4 في القوس اكس ناقص 3 باي على 4. هاي المعادلة الثانية، طبعا بفك الاقواس ناقص 4 في اكس ناقص 4 اكس ناقص 4 في ناقص 4 بتصير زائد 3 باي. اذا هذا المماس الاول، هذا المماس الثاني، شايفين المماس الاول تصاعد، المماس الثاني تنازلي. با لايجاد المساحه المطلوبه، طبعا اول شيء نحسب مساحه المثلث ثم نطرح منه المساحه المحصوره بين رسمه الداله ومحور اكس، طبعا المحددة بين 3 باي 4 والباي 4. مساحة المثلث أول شيء بدي أوجد نقطة تقاطع للمماسين، طبعا بنسويهن لبعض ناقص 4 إكس زائد 3 باي تساوي 4 إكس ناقص باي. الناقص 4 إكس بجيب لهون بتصير 4 إكس بتصير 8 إكس، والناقص باي بجيب لهون بتصير زائد باي، و3 باي بتصير 4 باي. إذا بيعطينا إكس تساوي باي على 2، إذا بتقاطعوا بالنقطة اللي فيها إكس مساوي باي على 2. إذا x بتساوي باي على 2 بعوض بواحد منهم محل ال x باي على 2 بالثاني، طبعا بيطلع لنا هون إذا هون 4 ضرب باي على 2 بيطلع 2 باي ناقص باي بيطلع لنا باي، إذا هاي النقطة باي. إذا الارتفاع ارتفاعه للمثلث هو باي، والقاعدته
المساحة المثلث قلنا القاعدة هي باي على 2، شايفين هاي القاعدة الارتفاع هو باي على 2، إذن باي ضرب باي باي تربيع على 2 على 2 بتصير باي تربيع 4. هاي باي تربيع 4 هي مساحة المثلث. بدي أطرح منها الانتجرال، انتجرال بين الباي على 4 على الثلاثي باي على 4 للدالة ناقص 2 كوسنوس 2 اكس دي اكس. طبعا الانتجرال للكوسنوس هي سينوس طبعا، ولكن بتذكروا بدنا نقسم على 2، اذا بتصير انه هون ناقص 2 ضرب سينوس 2 اكس على 2، 2 مع 2 بتروح، يعني هون انا ما فصلتش، هون ناقص 2 كوسنوس 2 اكس. طبعا هاي الانتجرال لإلها بتصير ناقص 2 سينوس 2 اكس على 2، 2 مع 2 هون اختزلت، ظل عندنا هون ناقص سينوس 2 اكس بين باي على 4 وبين ثلاثي باي على 4. بنعوض الثلاثي باي على 4 بالسؤال هون، بيعطينا ناقص سينوس 3 باي على 2 ناقص ناقص سينوس الباي على 2. طبعا سينوس 3 باي على 2 هي ناقص 1، بصير ناقص ناقص 1 بصير 1، وهون سينوس الباي على 2 هي 1 قبلها ناقص ناقص 1 وقبلها ناقص بصير زائد 1. اذا النتيجة 2. اذا المساحة المطلوبة هي باي تربيع على 4 اللي هي مساحة المستطيل ناقص 2 اللي هي المساحة اللي تحت رسمة الدالة. ناخذ سؤال 12 والاخير، معطاه دالة اكس طبعا اف اكس تساوي 2 سينوس اكس زائد ناقص سينوس 2 اكس زائد اي، هذا اي بارامتر، الاكس بين الصفر والباي. شو مطلوب مننا؟ من نقطة تقاطع الدالة مع محور واي رسمنا مستقيما يوازي محور اكس، يعني بده يكون معادلته واي تساوي احداثي واي لنقطة التقاطع مع محور واي. جد معادلة المستقيم الموازي لمحور X إذا علمت أن للدالة نقطة قصوى بالنقطة X مساوي 2 باي على 3، وباء احسب المساحة المحصورة بين رسمة الدالة المستقيم الموازي لمحور X والمحدد بواسطة X بتساوي 2 باي على 3. أول شغلة إحنا بدنا نلاقي، إحنا معلوم إنه هنا اللي إحنا بدي أنتقل لل الشكل اللي قبله، الشكل اللي قبله لازم يبين هون، قلنا هاي اي 1 هذا السؤال، نشوف السؤال اللي وراه وجيم، معلوم ان مساحة المستطيل الذي اضلاعه محور اكس والمستقيم الموازي لمحور اكس والاكس مساوي 2 باي على 3 ومحور مساوي لباي، احسب اي. نيجي احل حل الف، بقولنا اف للصفر بتساوي اي، اف للصفر بتساوي اي، طبعا هون مبين انه سينوس صفر صفر وهون صفر، اذا هون اي، اذا النقطه صفر اي هي نقطه تقاطع مع محور واي، اذا المعادله المستقيم واي بتساوي لاي، هذا الف. ب لايجاد المساحه نحسب التكامل المحدد، طبعا في عندنا الداله العليا والداله السفلى، هاي هي الداله العليا 2 سينوس اكس ناقص سينوس 2 اكس زائد اي ناقص الدالة السفلى اللي هي اي بين الصفر و2 باي على 3، الاي مع ناقص اي بروحه، ظل عندنا 2 سينوس اكس ناقص سينوس 2 اكس بين الصفر و2 باي. هسه الانتجرال للسينوس ناقص كوسينوس، طبعا هون بنكمل، هاي هي رسمة الدالة، طبعا هذا هو المستقيم الموازي، هاي المساحة اللي احنا مطلوبة، منكمل ناقص 2 كوسنوس اكس زائد كوسنوس 2 اكس على 2 بين 0 و2 باي على 3، بنعوض ناقص 2 كوسنوس 2 باي على 3 زائد كوسنوس 4 باي على 3 على 2 ناقص 2 كوسنوس 0 زائد كوسنوس 0 على 2. طبعا هون الجواب هون ناقص نص كوسنوس 2 الزاويه 120 ناقص نص، في ناقص 2 هي واحد، طبعا هنا ناقص ربع بطلع ثلاث أرباع الجواب، وهنا واحد ونص، ثلاث أرباع ناقص ناقص واحد ونص بيعطينا اثنين وربع، اثنين وربع مساحة، طبعا هنا مساحة المستطيل هي اثنين باي، طبعا القاعدة أو طول ضرب العرض بيعطينا الجواب هو باي،
اذا بنقسم هون على 2 طبعا هون نقسم على باي 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 بيعطينا الاي تساوي 1.5. طبعا هون كمان مره الجواب الانتجرال هون 2.25 هو الجواب طبعا المساحه المحصوره بين الدالتين، وشايفين انه المساحه هي موجبه، هون فيش حاجه لاستعمال لقيمه مطلقه ولا استعملنا شيء لانه المساحه هي موجبه. شكرا كثير على حسن الاستماع، وانا بتامل انه قدرت بالدرس الاول والدرس الثاني لطلاب الاربع وحدات بالاخص اهولكم موضوع الدوال المثلثيه بالانتجرال للدوال المثلثيه بسؤال اللي هو ب 482، وصار باستطاعتكم انكم تتغلبوا على هذا السؤال بسهوله. طبعا الباقي عليكم طبعا انكم تتمرنوا على اسئله مشابهه للبيجروت من سنوات سابقه، وبتأملكم النجاح وينطيكم العافية وإلى اللقاء. شكرا كثير.